رابين ولا ماري مزيغ مهمات جان غمضان راهم تيني حسن 16 يناير دي كيوشكان كيان واتس يمقون داري يمقون داري مزيغان انا راهم ستور حباش ماري يتنستارم ان نكيت ينوس نسنفو نحن نمازيغن مرة كي زورنا نسكرتابوري ايد بوتخونا ادل ادسدن ريدوياتنسن ايد بيلبيروياتا دلقن بيروياتنسن باش نحتاف السواسة دغتكم ما نحتاو جيوينا نحن غوغن سنتمسمونين ديم الدوكات سنتوكالين اخواني اخواتي تنتمنحكم سنة سعيدة امازيغية بهذه المناسبة نتمنى أننا كاملين نحترموا هذا اليوم اللي هو غيصير 13 يناير اللي هو غيكون يوم الأربعاء المقبل اللي نتمنى هو يدوز علينا كاملين في واحد الجو اللي هو جو عائلي جو احتفالي وبهذه المناسبة نطلب من جميع المواطنين المغاربة والأمازيغ وغير الأمازيغ في تمازغة باش يحتفلوا بهذا اليوم سواء من داخل الأسر ديالهم أو في مقرات المنظمات والجمعيات وأمكنة الاحتفالات. بهذه المناسبة هذه كذلك تنوجه واحد النداء لرئيس الحكومة المغربية اللي تنطلبوا ليه باش أنه يعني يقرر باش يعني هذا اليوم هذا يوم عيد وطني مؤدى عنه لأنه حق طبيعي لأي مواطن وحق طبيعي للمغاربة خصوصا وأن الأمازيغية لغة رسمية في الدستور ديال 2011 ومن ثم فأي حاجة من بطقة على الثقافة الأمازيغية وعلى اللغة الأمازيغية فلا بد أننا نحترمه ونعمله يعني نعمله باهتمام. فسنة سعيدة أمازيغية مرة أخرى. شكرا.